التوكل الاطمئنان للوكيل إن أنا فعلاً أرمي حمولي على الله سبحانه وتعالى، إن أنا فعلاً مطمن إن هو بيدبرني شؤوني على الوجه الذي يصلحني. كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول دعاء للمهموم المكروب، لما تبص على الدعاء هو فين الكرب اللي فيه؟ كان يقول في دعاء المكروب: اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأني كله. استنى، شوف الإنسان المكروب كرب حقيقي اللي متوكل على نفسه مش مسلم أمره لربنا سبحانه وتعالى. فحقيقة التوكل إن أنا أرضى أن يكون وكيلي الله واطمن له.